نحن أبلغنا كل الجهات التي اتصلت معنا العربية أو الأجنبية وأغلبها أجنبية بأننا سنرد في المرة القادمة. طبعا حصل هناك أكثر من رد، كان هناك محاولات خرق إسرائيلية وتم الرد عليها بشكل مباشر، لكن الرد المؤقت ليس له قيمة، يعني يكون رد طابع سياسي. نحن إذا أردنا أن نرد على إسرائيل يجب أن يكون الرد هو رد استراتيجي. كيف؟ عبر فتح جبهة الجولان مثلا؟ هذا يعتمد أولا على الحالة الشعبية، هل تسير الحالة الشعبية باتجاه المقاومة أم لا؟ كيف تسير الأمور الآن في سوريا؟ هناك ضغط شعبي واضح باتجاه فتح جبهة الجولان للمقاومة.